البارح ثلاث لقاءات، اللقاء الأول مع ثلاثة اللي كانوا يمثلوا يعني بالعياط، هو نقولك قاسة عيسي اللي كان ناطق تاع هذيك المجموعة، وكان مع بولام جعفر اللي هو مع بالخادم، وكان الشاب عنان. جاءوا عندي المكتب وساعة ونص وإحنا نتناقشوا بكل حرية وبكل صراحة وفي شفافية تامة يعني. ثم جاء قارة الوزير السابق للسياحة اللي كان في المعارضة للسعداني، بن نوار كذلك الوزير السابق تاع السياحة، هذي يومين جاء سي بورزام مع زياري سي عبد العزيز زياري اللي كان راجل ثالث في الدولة، قال باللي هو مستعد وانا مستعد ونعملوا معاه اليد في اليد. كل هذه المبادرات راها تعطي ثمارها الان. كلموني داخل البلاد كذلك يعني، ما نتكلمش عن المحافظات، على المواطنين وعلى اللي كانوا غاضبين على الحزب والان راه يعني مسابقه باش يرجعوا للحزب. البارح وزير الداخليه ومشكور ارسل لي الاعتماد تاعي كأمين عام جديد لـ4 سنوات من 2020.